طيب في ناس بعتت مقترحات اما بتفكر فيها او عايزه تجرب في غيرها الاول وبعد كده تشوف النتيجه. يعني مثلا حد بيقول عندي فكره بسيطه انه كل اصحاب المحلات او المحلات المتجاوره يتشاركوا بعدد كبير من اللمبات شرك يعني، وبالتالي ممكن يقللوا استهلاكهم. في فكره بقى استاذ محمد محمود قالك مجموعه من بطاريات السيارات 4 في 100 امبير ودايره كهربيه بسيطه تكفي لتشغيل مكيف صغير وتلفاز وتلاجة والإضاءة لساعات وتشحن نهارا. يا أستاذ محمد الاختراع ده انت لازم تبعت لنا الحيثيات والتفاصيل ونروح نشوف بطاريات العربيات. حسام إيجي بيقول اقترح أن تشترك كل عمارة في شراء مولد كهرباء يتم تشغيله عند انقطاع التيار الكهربائي في الصيف، يعني مش كل مواطن، يعني لو كل مجموعة شقق أو كومباوندز. الأفكار دي عملية ولا مش عملية؟